104. يحيي العالم في العاشر من مايو من كل عام اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء، إذ تخصص المنظمات العالمية الصحية أنشطة متنوعة للتعريف بمرض الذئبة الحمراء لزيادة الوعي وتثقيف الجمهور حول الأعراض والآثار الصحية لهذا المرض. ما هو آخر ما توصل له العلم في علاج مرض الذئبة؟ وما هي أعراض هذا المرض؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا لليوم.